فأحيانا الإنسان عندما يريد يخاطب أحدا ينسى حاله، والله حكيم، كلما بلغ الإنسان مبلغ وأعجبته نفسه من كان كريما على الله يؤدبه الله حتى يعرف ماذا، يعرف قدره. وأنا أقول حادثة حصلت لي ما أظني قلتها قبل، أتيت قديما الرياض وسكنت في فندق شعبي وكنت حاجزا فيه، وكان أظنه يوم اثنين أو يوم خميس، وكان في معي ورقة فاكس لابد أن أبعثها في وقت محدد لشخص، فكنت أطلب من سائق التاكسي أن يسرع، فاختار طريقا شعبيا من خلف الفندق، وأنا قادم وعندي درس، هذا كلام قديم أظن له 12 سنة، كنت عندي طلاب أدرسهم قبل أن يعرفني الناس في الرياض، وأتيهم في التفسير. المهم أنني أنا أريد الفندق، وهذا أتى للحي الشعبي من الخلف، والحي الشعبي عندما يكون شعبيا الطريق لا يقبل إلا سيارة، وأنا راكب وفي نفسي أن أنا الشيخ فلان وجاء يدرس، وإذا بالسيارة التي أمامنا توقف صاحبها، توقف ودخل، رأى بقالة توقف في وسط الطريق ودخل البقالة. لما دخل البقالة أنا عفى الله عني في حدة، يا أخ أناديه لا يرد، دخل البقالة، كان هذا على الغروب. فلما فتحت باب السيارة خرجت، لما عاد بدأته بالكلام معاتبا وأنا معي الحق، فقال والله صائم ودخلت أطلب ما حتى أفطر، والله الله يتقبل، يعني إن كان لي شيء من صلاة تلك الليلة كلها قضيتها أدعو له. علمني الله أن لا يغتر الإنسان بنفسه. هذا سائق تاكسي من يراه يظن به الظنون ويكد على نفسه في حر الهجير، ولم ينسه حاله أن يراقب الله. ورحمة من الله أن يعلمك حالك وضعك مقامك وأنت حي تتدارك نفسك، لكن أين المصيبة؟ من يخذله الله فلا يعلمه ويتركه على غيه، فإذا لقي الله تذكر وندم ولا تساعة من دم. أسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين.